أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. قبل قليل وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي عن عمر يناهز 30 عام بأزمة قلبية خلال إحدى الأغنيات فسقط ومات. زوجته وأقرباؤه قالوا بأن صحته ممتازة ولا يعاني من مشاكل، وقال البعض أن هذه الحوادث تكررت مؤخرا، وأعلنت المستشفى أنهم سوف يحددون تفاصيل الوفاة لاحقا بعد فحص الجثة. الله يرحمه، ادعو له بالرحمة والمغفرة.